مرحبا يا أصدقاء، أتمنى أن تكونوا جيدين، وإن لم تكونوا كذلك فستصبحون كذلك. كثيرا ما سمعت عن أشخاص قطعت حبالهم الصوتية وبحت حناجرهم من شدة الصراخ. الحرية، الحرية، الحرية. مساكين يريدون حرية فلم يجدوا آذانا صاغية. حينها أدركت تماما أنه من السهل خداع الشعوب العربية، فبإمكانهم مثلا أن ينسون همومنا وأحزاننا وفقرنا فقط بمباراة لكرة القدم. آه، كم نسيت همومي بفوز منتخبنا الوطني. كما بإمكانهم التفرقة بين شعبين شقيقين فقط بمنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي. آه، عالم عبثي، فحتى الأفراح تختفي. وعلى ذكر الاختفاء، ما رأيكم أن أقوم بخدعة وأنا الآخر أختفي؟ لا تعتقد أن بإمكاني فعلها؟ ما علي إلا أن أبحث عن مكان مناسب. ربما هنا، هناك مكان جيد. تشكون في قدراتي. أرأيتم كم كان ذلك سهلا؟ شككتم في قدراتي؟ شككتم بها؟ لا عليكم، أمزح معكم فقط. لأكون صادقا معكم، أحسست هنالك بحرية مطلقة. يا ليت التنقل بين البلدان الأوطان العربية كان بهذه السهولة. سأكون حرا فقط وعندما أستطيع أن أجوب العالم دون ما حدود. أريد أن أستقبل إخواني من كل الأوطان العربية بالورود، فالتأشيرة بين الإخوة جرم مشهود. سأكون حرا فقط وعندما أستطيع أن أرفع القيود عن نفسي، قيود تكبل طاقة الطفل بداخلي وحكمة الشيخ في لساني. في الطفولة نعتقد أننا أحرار تماما، نجري ونقفز ونلعب وأحيانا نخرب. نعم، أحيانا نخرب. حينها تأتينا صفعة من حيث لا ندري، لا ندري أننا تطاولنا على حرية الآخرين. صفعة العيب والعار وعدم الرد على إساءة الجار. هنا تتضارب الأفكار بالداخل وتتوالى السنين، ليزداد مفهوم الحرية تعقيدا أكثر فأكثر. أصمت، أسكت، لا تتحدث. كلها خواميس من شأنها أن توقف قطار أحلامك وتوجه سكة طموحاتك نحو الهاوية. ويبقى السؤال، متى سأكون حرا؟ سأكون حرا فقط وعندما نقدر نضرب الدارجة وكلكم تفهموني، بلا ما نبذل حتى مجهود، وفاش نقدر نقول للعالم بلي احنا ماشي واحد، احنا جوج في واحد. سأكون حرا، سأكون حرا فقط وعندما أستطيع أن أبوح عن كل ما بداخلي وأرسم طريق حرية طويل ينتهي وفقط عند بداية حرية الآخرين. أنا أعزف لحن الحرية والراقص على أنغامها. سأكون حرا فقط وعندما نفك القيود عن تاء الحرية المربوطة.